أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات، اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، سورۃ المؤمنون جو ہم نے سبقاً شروع کی ہوئی ہے، رکوع نمبر 4 ہم نے شروع کیا ہے سورۃ المؤمنون کا، جس کا ایک حصہ ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے. اب ہم سورۃ المؤمنون کا، رکوع نمبر 4 کا بقیہ حصہ شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. سامعین محترم، یہاں سے رکوع نمبر 4 کا بقیہ حصہ شروع ہو رہا ہے، یہ قد کانت سے. قد کانت، قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم، علی اعقابکم
تنكصون على أعقابكم تنكصون مستكبرين به مستكبرين به سامرا تهجرون سامرا تجهرون أفلم يدبروا القول أفلم يدبروا يا دال زبر يد دال با زبر دب با زبر با أفلم يدب أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم غنّا کر کے پڑھا جائے گا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم ما لم يأتي آباءهم سامعین محترم یہاں پہ آباءهم کی جو میم ہے ہم کی اس کو لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا آباءهم آباءهم هم الأولين آباءهم الأولين أم لم يعرفوا أم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم فهم له فهم له منكرون أم يقولون به أم يقولون به جنة به جنة جنة به جنة وقف کی حالت میں اس لفظ کو جنہ پڑھا جائے گا بل جاءهم بالحق بل جاءهم بالحق بالحق وأكثرهم للحق كارهون للحق كارهون ولبت اتبع الحق ولو اتبع
والا وتبع الحق اهواءهم اهواءهم لفسدت السماوات لفسد تاسين زير تس سين زبر سا لفسد السماوات والأرض لفسد السماوات والأرض والأرض ومن فيهن ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون فهم عن ذكرهم معرضون معرضون أم تسألهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خرجا فخراج فخراج ربك خير فخراج ربك خير وهو وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين خير الرازقين وإنك وإنك لتدعوهم لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون لناكبون ولو رحمناهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا ما بهم من یہاں پر غنہ کر کے پڑھا جائے گا
ما بهم من ضر، ضاد را پیش در، را دو زیر لام ریل، لام زبر لا، من ضر اللہ، لام جیم زبر لج، جیم واو پیش جو، من ضر اللہ لجو، من ضر اللہ لجو، في طغيانهم يعمهون، يعمهون، ولقد أخذناهم، ولقد أخذناهم بالعذاب، أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، وما يتضرعون حتى إذا فتحنا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب، عليهم بابا ذا عذاب، بابا ذا عذاب، ذا عذاب شديد، عذاب شديد إذا هم فيه، إذا هم فيه مبلسون، مبلسون. سامعین محترم، سورة المؤمنون کا رکوع نمبر 4 یہاں مکمل ہو گیا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون